بسم الله، ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وزدنا هدى وتقم، وزدنا معرفة بك، وزدنا محبتك إيانا، وزدنا في حبنا لك يا كريم يا عظيم. وصل وسلم على كل الرسل الكرام عليهم السلام. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ تحبوا لا تكره يا شيوعي، ما حبيتوا تقولوا بكذب زادة، قلت مش خليوا الناس كل كيف شوكا ما تركضي، وقال الناس كل كيف الهم والغم وضيق ذات اليد وتراجع المنتوجات وتراجع الحريات، وما قال الشيوعيين إلا أن يستعملوا أسلحة سواء كان إعلام ولا أسلحة في السياسة ولا ومناصب الكبر والكذب البواح الصراح. هذا إيش عندي؟ إذن اللي مازال يفكر يشوعها فيها خير البشرية، هاو قلنا لكم إفلاس تام، واللي ربي دمرهم بيه وقت غورباتشوف دمرهم بيه مع لطفهم، مش أعطاهم عذاب لا يفارقهم، مش أعطاهم عذاب صحتهم من حياة البشرية، لا خلاهم لعلهم يرجعوا يشوفوا ربي قدسوا متسع ورحمة وسعت كل شيء. ونبينا عليه السلام أرسله الله ليتمم مكارم الأخلاق، وأرسله بلطف العلوم الإنسانية خاصة العلاج النفسي يبين لك ما تجزم تعالج المنحربين خاصة إلا باستعمال الصبر معهم واللطف في مخاطبتهم والصلة بهم صلة فيها رحمة من دون الله. والمثل الأعلى في الرحماء الإنسانية هو نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمن الرؤوف الرحيم. والحديث يطول، احنا على حديثنا هو نبهوكم إلى ما جاء به القرآن حتى يحصلكم أن القرآن هو كلام الرحمن لا كلام أي خلق من خلقه سبحانه وتعالى. والسلام.